هاي العائلة أبو أم ما عندهم أولاد، يندرون نذر إذا صار عندهم ولد يدزوه حتى يسرق من القوافل اللي تجي من لبنان لزيارة قبر الحسين أو قتل من يستطيعون منهم. طريق القوافل كانت عن طريق الموصل، لأن سابقا كان هالشكل يروحون. أكو آثار لأسرى كربلاء في الموصل، لأن ودوهم منك إلى دمشق. اللهم رزقهم ولد، ولد كبر صار شباب وقلوة عضلات. أبو أم قالوا له شوف إحنا ما أخذيك من الله حتى تأذي زوار الحسين، هاي بدعة. ذول يروحون يعبدون الحسين، يعبدون الضريح، هالكلام الخرط اللي هالأيام دي يحجوها ذول التكفيريين المتطرفين الإرهابيين الإرعابيين القتلة المتوحشين. يمعلى قام راح القوافل تمر من بعيد، طلع من المدينة راح هناك انتظر قافلة تجي. تعب مدة هناك أخذه النوم نام. هذا اسمه جمال الدين الخليعي، أبوه أم نواصب. سيمكن أنت تسأل فد واحد يندر فرد نذر حلو الله يطي، شون هالنذر؟ لكن الله عنده حكمة راح تعرف. نام بالمنام شفى رأى كأن القيامة قد قامت. قيام من الحاكم؟ الحاكم رسول الله يوم القيامة، وراية النبي بيد منه بيد علي. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة كما يقول الإمام الحسين عنده في حظيرة القدس، كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. لن تشذ عن رسول الله لحمته. طبعا الحسين ويا النبي ويا فاطمة ويا علي. يا با أنا ناصب راية ضد الحسين وأتباع الحسين وزوار الحسين، وهذا هنا حاكم حاكم. حكموا عليه بالنار، رموه بالنار، بس النار تتوخر عنه، النار تتوخر عنه، رموه بجهنم. هسه أنا أدري هاي المحاضرة إذا نشرت وخلوه في يوتيوب يطلع واحد من هذول التكفيرين الجهلة، إحنا أصحاب منطق تعالوا ناقشونا، يقول لك شوف هذا السيد شي يقول، ده يقول النار متحرق واحد. إيه نعم متحرق واحد، النار أمرها بيد الله، النار ملك يفهم. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، الجنة ملك، النار ملك، النار تفهم تعقل عدها منطق. ليش؟ لأنه بالمنام هو نايم مرت قافلة الزوار، والقوافل لما كانت تمشي يصير غبار، الأراضي مو مرتبة، فبعض هذا غبار الزوار جالس عليه. قالوا هذا غبار زوار قبر الحسين على جسده فلا تحرقه النار. استيقظ واويلاه وين جاي أنا؟ فاستبصر. وهاي القصيدة إلى جمال الدين الخليعي: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. قام إجا إلى كربلاء وبقي فترة في كربلاء ويدعو لزيارة الحسين. زين والله مو 1376 سنة تمر على حادثة كربلاء؟ والله لو مرت على حادثة كربلاء مليارات السنوات سنبقى نقول لبيك يا حسين.